السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا أصدقائي متابعي قناة المحترف، نقدم اليوم لكم تطبيق رائع جدا، تطبيق يوكات فيديو إيديتور، صراحة تطبيق خرافي بمعنى الكلمة. لكن قبل أن أبدأ في الشرح، أريد منكم أن لا تبخلوا علينا بزر اللايك وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل ما هو جديد. نبدأ بالشرح. بسم الله، هذا كنت شغال على التطبيق قبل قليل. هذه هي واجهة التطبيق كما ترون. نضغط على علامة الزائد، نختار أي فيديو نريده، أي فيديو نختار هذا الفيديو. الموسيقى، نضيف أي موسيقى من أي فيديو على الجهاز تريده، نختار هذا الموسيقى. نضغط على استعمال. الفلاتر، تستطيع إضافة فلتر تريده، أنا أعجبني هذا اللون لأنه غامق. الخلفية، نريد انستغرام، يوتيوب، تيك توك كما ترون، نختار يوتيوب. النص، تريد أن تكتب أي شيء، المحترف كما ترون. المؤثرات تستطيع مثلا الضغط قليلا كما شاهدت. السلام عليكم كما شاهدت ورحمة الله. كما شاهدت صراحة تأثير رائع على الفيديو. قلب، تختار مثلا تدوير. صراحة تطبيق اختصاص، صراحة تطبيق رائع. نضغط على حفظ، نختار مثلا إذا كان جودة أداء جهازك عالي نختار عالي. حفظ، الآن يتم التهيئة وتحويل الفيديو. الآن وقبل أن ننتهي من الفيديو، نطلب منكم أن لا تبخلوا علينا بزر اللايك وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل ما هو جديد. كان معكم المحترف، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.